انا سميتي مريم، ما غاديش نقول لكم انا بالطبقه اللي لاباس عليهم ولا الطبقه اللي ماشي لاباس عليهم. انا بنت عاديه عايشه بحالي بحال اي بنت الشعب، عايشه في حومها شعبيه بامتياز، عائلتي على قد الحال، ما عندناش وما خصناش الحمد لله، عايشين بمقسمنا ربي. التربيه ديالنا عاديه، يعني الام ديالي من داك النوع اللي ما كتدخلش معنا في التفاصيل ولا تنصحنا بداك الشيء ديال لا ما تمشيش مع هذا ولا مشيتي مع هذا حضري راسك هذه نهائيا. الاب ديالي من داك النوع اللي ما كنشوفوه مره في شحال، كيخدم تقريبا الليل كامل ونهار كامل، مره اللي كنشوفوه معاه كيسوق واحد الكاميو كل مره فين كاين هو، اين مدينه بيت فيها. هكا كانت الحياه ديالنا، القرايه الدار الا جات العطله كنمشيو عند جداتي في العربيه، هذه هي الحياه. دوزت الابتدائي طلعت الاعدادي كلشي كان مزيان، انا كنت الحمد لله كنقرا مزيان، دائما كنجيب نقط مزيانين، حتى من المدرسه اللي كانت غدير شي مسابقه دائما كيختاروني خصوصا من الماط وداكشي ديال الفيزيك وهذه. صافي تخديت الكاتريام ديالي، ديك الساعه غادي نتحول للليسي. الليسي كان شويه بعيد على الدار ديالي وعلى المدرسه اللي كنت قريت فيها، يعني الاعدادي كان بعيد عليه شويه. غادي نمشي تما، غادي نلقى بنات جداد، غادي نلقى حياه وحده اخرى، غادي نلقى دراري جداد، يعني غادي نشوف واحد الواقع ماشي بحال داك الكوليج اللي انا قريت فيه في الاول. اول عام غادي ندخل له كنشوف البنات اول حاجه طاب ليا قليل فين كيلبسوها، كاين اللي ما كتلبسهاش كاع، كنشوف الماكياج، كنشوف تقطع الشعر، صباغه في الضفران، يعني داك الشيء مطلوق بزاف في داك الليسي. على الاقل حنا فين كنا كنقراو في الاعدادي كان شويه داك المدير ديالنا كيتحكم فينا بزاف، خصوصا دوك الحراس العام اللي كانوا تما، ما تدخليش الا كنتي لابسه طابليه، الصباغه ما كايناش، دري ماكياج لا ممنوع، دراري ما يلبسوش الشورتات في الاعدادي. هنا الليسي كلشي مسموح به، يعني كلشي طلق اللعب. هذيك الساعه انايا بديت كنقول علاش انايا دائما نبقى لابسه طابليه، كنت كنبان بحال شي دريه صغيره قدام هذوك البنات اللي كيكونوا معايا، كلهم ماكياج، كلهم قادات، كيبانوا يعني جون، وكيبانوا هذوك الطبقه ديال حنايا زعما غير عليكم، انتي كتباني غير بحال شي دريه صغيره، كتبان ليهم بحال شي برهوشه. يعني دائما لابسه ديك الطابليه، كتعطي واحد الطابليه بالغوز واخا كنعقل عليها. صافي كي هذيك لقيتها تعرفت على شي بنات وبداو كيدخلوا ليا هاد الفكره راسي، علاش كتلبسي الطابليه؟ راه اصلا هنا حتى شي واحد ما يقولكش حاجه على الطابليه. صافي كنقول لها لا راه ماما ما تخليناش زعما نخرج بلا طابليه، كتقول لي ديري بحالنا، حيت حنا كناخذوا معنا الطابليه زعما في الشكرات ديالنا، كطابل ديالنا كندخلوا كنلبسوها كاع، الا كان شي استاذ معقد كنلبسوا ليه الطابليه. داكشي اللي طرا، بديت كنلبس الطابليه في الدار، كنخرج كنحيدها فين كنقرب للليسي، صافي كنحطها في كارطابلو وكندخل. هاد القضيه هادي كانت في الاول، من بعد وليت ثاني كنطلع ستاج ورا ستاج، مثلا لبس شي حاجه مستوره في الدار كنخرج كندي معايا شي حاجه اللي تكون مقزبه، في كنوصل لها مثلا الفيستير ديال الليسي كنبدل عليا الحوايج وكنبقى يعني بحال غدا شي حفله ولا صافي. هادو هي اول ما خرجت كيف ما كيقولوا الطريق، كان غياب، ما كنقراش، ما بقيتش كنركز في القرايه، ما بقاش داك الاهتمام وداك الشغف ديالي للقرايه، صافي ما بقاش كيهمني. وليت انايا كنبغي مثلا ندير علاقات، كنشوف صحباتي هي هذه كتخرج مع هذا، هي هذه كيتسناها هذا، تنقول علاش انايا ماشي بحالهم، اشو ناقصني انا وما شو ناقصني انا وعندهم همايا، اكيد ما ناقصني حتى شي حاجه الحمد لله زوينه كلشي كان عندي مقبول. فبديت انايا كنضرب الحاله ديالي وبس كنماكي، وليت كنقاد شعري يوميا، يعني شعري خرجت عليه ديال بصح. ماما بدات كتلاحظ التغيرات ديالي خصوصا في النقاط، يعني انا في الدار كنكون عاديه، فين كنبعد على الدار عاد باش كنماكي، ولا وصلت للليسي كنمشي للفيستير ولا للطواليت عاد باش كنماكي. ماما لاحظت الفرق في النقط ديالي، فبقات تقول لي يعني ما النقط ديالك بحال هكا، كنقول لها راه غير انا كنت هذيك الساعه علوم، كنت نقول لها العلوم جاني صعيب وماشي بحال في كنت نقرا في الكاتريام وهذا، ممكن نقول لها شي حاجه اللي اصلا ما كايناش. الغياب ديالي الحمد لله ماما ما كانتش كتلاحظ الغياب، يعني ما كتقراش ليا الغياب، ولكن الاخ ديالي كيعرف هذا الشيء. الاخ ديالي كان كبير عليا وهو كاين ديك الساعه كيخدم، ما مسوقش اصلا لا النقط ديالي لا حتى شي حاجه. صافي دازوا ليام، حتى واحد النهار اللي غادي يجي اول عرض باش انني نصاحب مع شي دري. جا عندي واحد الدري نيت كيقرا في الليسي، كان ديك الساعه كبير عليا بعام، يعني كيقرا في سيزيام وانا كنقرا في سانكيام. قال لي فلانه راكي عجبتيني وهذه، واش ممكن تعرفوا؟ قلت له خليني نفكر، عطيتو النمره ديالي، المهم بقى عليا حتى عطيتو النمره ديالي. وصلت للدار بديت كنفكر فلانه شنو، واش تقبلي ولا لا، فبدات كتجيني واحد الافكار ديال لا ما نقدرش، خويا الا ساق ليا الخبر غادي يقتلني، والمشكل خويا موسع عليا صحابو ديال بصح هنايا في المدينه، والمدينه غير صغيره، يعني الا مشيت تاخرش مع شي واحد وحصلني شي صاحبو راه اكيد غادي يوصلها لي، راه ماشي غنخفى عليهم. صافي صيفط لك لو خويا سمح لي ما نقدرش وما نديرش وما هذه. فصافي تفرقت على هذاك الدري، اصلا ما عمري ما كانت معاه شي علاقه بيني وبينه. فبديت عاوتاني عاطيه غير كيف قلت لكم الدوران مع البنات، كنخرج معاهم كنمشيو للقهاوي كنديرو كنفعلو، ولكن القهاوي زعما كنمشيو راه حنا كنبريباري ولا. صافي داز العام الاول العام الثاني، صافي طلعت الباك، يعني الباك صافي خاصني نجمع راسي ديال بصح. بديت ديك الساعه كنقراو شويه في نص العام، جابوا لنا استاذ جديد،
الاستاذ ديال المات كان باقي جد وكان باقي جوني، يعني باقي صغير. كانت عنده ديك الساعه هو 28 عام وانا كانت عندي ديك الساعه 18 عام. صافي داك السيد كان زوين ديال بصح، وكاع البنات كانوا كيعجبوهم منهم حتى انا. يعني المات بليت كنجي فيه نقطه مزيانه، علاش؟ حيت بليت كنبغي الماده، كندخل الماده كنبقى متبعه معاه وما كنفلت حتى شي حصه ديالو. السيد بحال عايق بيا، عارف بلي انايا راه معجبه بيا، وانا ما شكلت لكمش راسي، يعني كيف قلت لكم الحمد لله ربي رازقني الزين الحمد لله، حيت اصلا مهليه في راسي، وزاد داك الزين برزق اكثر واكثر. استاذ كيحاول انه مثلا يهضر معايا ولكن ما كيبينش ليا، بحال مثلا نكون جايبه شي حاجه ولا شي حاجه صحه حاليه، كيتعامل معايا عادي بحال اي تلميذه، حيت خايف على بلاصتو. راه اول عام عنده في الخدمه، راه اكيد ما غاديش يدير شي علاقه مع شي تلميذه. صافي داز العام، يعني كلشي بخير. كندخلو في الاخير ديال العام دا كيدير لينا سوايع اضافيه في الليسي، يعني كتطوع منه، كنجيو حنا كاملين كيبقى بريباري معانا. صافي دار لينا جروب في فيسبوك جمع فيه جميع الطلبه ديال البكالوريا اللي كنقراو في داك الليسي واللي كيقراو عنده هو بالخصوص، وكيقول لينا هذاك الجروب يعني حاطو حتى شي حد ما يقدر يكتب فيه من غير هو. مثلا كيحط لينا دوك الامتحانات الوطنيه، وكيحط لينا في الليل كيحط لينا التصحيح ديالها، يعني كيقولنا تخرجوا هذاك الامتحان وفي الليل غادي تلقاو التصحيح وشوفوا واش داك شادكم مزيان ولا لا. صافي هي هذيك بقى دزنا ديك الساعه جا الامتحان ديال الوطني، دوزنا الوطني الحمد لله نجحت. حتى واحد النهار غادي يجيني واحد الميساج من عنده، ما عرفتش علاش كيفاش حتى جاتو ديك الزعمه، وانا اصلا ما كنتش متخيله ان الاستاذ يصيفط ليا. انا كنت كنحط ديك الساعه التصاور في الفيسبوك، يعني كنطرح التصاور كيف ما بغيت، شي حد ما كيهضر معايا خويا مبلوكيه من الفيسبوك كيف ما كيديروا بزاف ديال البنات، كنت مبلوكيه مبلوكي العائله، كناخذ راحتي من الفيسبوك. صيفط ليا سلام، قلت له سلام انا تعجبت او هضر الاستاذ ديالي، كندخل البروفيل باش انني نتحقق والله الا هو، يعني التصاور ديالو وحتى التصاور قدام، يعني ماشي نقول زعما شي فوكونت ولا شي واحد بغى يطلعها عليا بسميه ديال الاستاذ. هضرت معاه قلت له سلام لاباس، قال لي واش انت فلانه؟ قلت له اه، ويقول لي اشنو طرا شنو زعما ام درا واش نجحتي ولا لا؟ قلت له اه الحمد لله استاذ نجحت وشكرا ليك والفضل كيرجع ليك بعد الله سبحانه وتعالى. بديت كنشكر فيه بحال اي تلميذه. قال لي شحال جبتي في المات؟ قلت له شحال جبت؟ ديك الساعه كنت جبت 14 في المات. قال لي مزيان ما شاء الله. صافي بدينا كنهضروا، قال شنو معوله ديري؟ واش معوله ديري لافاك ولا معوله ديري شي مدرسه ولا هادي؟ قلت له انا معوله ندير لافاك، غندير داكشي ديال الايكونومي. قال لي والله يستر ليك وهادي. صافي قطع. من بعد ثاني داز السيمانه ويصيفط ليا، وبدا داك كيف ما كيقولوا دائما كيسول فيا، مره نسول فيه مره يسول فيا، فبدات ديك العلاقه ديال التليفون. هادشي ما فخبرت شي واحد، يعني حتى شي وحده ما قالتها لا صحباتي لا حتى شي حد ما فخبر هاد القضيه ديال الاستاذ. وحتى هو قالها لي، قال زعما بلا ما تقولي بلي راني كنهضر معاك راكي عارفه راني بحراجه جديد، ما بغيتش الناس يتصرو عليا لا عفوني هضرت معاك وراه ياخذوا نظره خايبه وهذا. قلت له لا استاذ يعني كون هاني وهادي. انا ديك الساعه درت لافاك، درت لافاك في مدينه قريبه لمدينتنا، يعني تقريبا واحد الساعه ديال الطريق، يعني كريت انا تما، مشيت كريت انا وواحد البنات، وكنت مره كنبات في المدينه اللي انا كنقرا فيها لافاك، ومره كنبات في دارنا، يعني حيت اصلا مثلا شي نهار ان ما كنتش قاريه ولا ما عنديش مثلا شي محاضره كنبات في دارنا، يعني كنجيب الطوبيس كنبات في الدار حيت قريبه اصلا. صافي بديت كنقرا، مره كنهضر انا وياه، واحد النهار قال لي اسمعي الفلانه واش انتيا كاينه في المدينه الفلانيه بلا ما نذكر الاسميه، ولكن في المدينه الفلانيه زعما واش كاينه في المدينه اللي فيها لافاك ولا المدينه اللي ساكنه فيها؟ قلت له لا انا راه غدا عندي محاضره راه في المدينه اللي كنقرا فيها. قال لي مزيان، قال شوف بالك غدا انا راجي تما زعما نتلاقاو ونشربوا شي قهوه نعرض عليك. هذيك الساعه انايا ما قدتني فرحه، يعني استاذ اللي غادي يجي ونتلاقى معاه، والاستاذ ديالو اللي كان كيعجبني واللي كان كيعجب بزاف ديال البنات وما شاف غير انا وصدق البنات كاملين، فكانت شي حاجه كبيره بالنسبه لي. فرحت. صافي تلاقيت معاه، بينا كنهضروا شنو كديري كيفاش القرايه هنا وهادي وكيفاش البنات معاك كيفاش الحياه معاك. انا كنهضر معاه عادي. صافي السيد كان ساكن اصلا في المدينه اللي انا كنت كنقرا فيها وما فخباريش، انا كنت صحاب واش ساكن في المدينه ديالي، هو راه اصلا كيدير غير كيف ما كيقولوا كيمشي وكيجيب الطوموبيل ديالو. قلت لي راني ساكن هنا، قلت له بصح، قال لي راني ساكن اخرى، قلت له ما فخباريش لا ما فخباري. صافي بدات ديك العلاقه كتكبر حتى لواحد النهار اللي غادي يصوني ليا فلانه، هي راه دي عيد ميلاد ديالي غدا وانا عارض عليك الا كنتي باغا تجي. هذيك الساعه انايا بديت تنخاف كنقول له كيفاش عيد ميلاد وكيفاش غنجي. قلت له اسمح لي راه ما نقدرش. قال لي ما تخافيش راه غيكونوا البنات غادي يكونوا كلشي. قال لي شوفي راه ما كاينش في الدار، يعني راه كاينه في واحد القهوه. هذيك الساعه فين قال لي قهوه عاد باش ارتاحي. قلت الحمد لله، حيت كنت نسمع بزاف ديال الحوايج لا هذه ديال الدار ما كنقدرش، عمري ما زعمت نمشي مع شي واحد لدارو. ففين سمعت القهوه قلت اوكي علاش لا.
مشيت للقهوه فعلا لابسه مقاده، جات صراحه زوينه. مشيت تعرض ليا تما، بقيت واقفه معاه شويه، مشيت تسلم على شي بنات وشي بنات تيتقربوا لي. انا ما عجبنيش الحال، بحال حسيت بواحد الغيره شويه. جات عندي واحد البنت هي وياه، عرفني عليها، قال لي هادي راه كتقرا في نفس لافاك اللي انت كتقراي فيها. قلت لها سلام، لقيتها ديت كتقرا في نفس الدومين ديالي ايكونومي، وكتقرا يعني عام زايده عليا. فصافي تعرفت عليها انا وهذيك البنت، بقينا واقفين مع بعضياتنا. تبادلنا انا وياها النوامر باش زعما نتلاقاو في لافاك. فعلا تلاقينا في لافاك، بدينا انا ويا صحابات كنتلاقاو. وهادي هادي سيدي بدات تقول لي راه كيعجبني الاستاذ، راه انا كنبغيه بشحال هادي وما كنبغيش نبين ليه حيت لينا صحابات. يعني راه دازت تقريبا شهرين وحنا صحابات عاد باش بدات تعرف ليا البنت. انا لحد الان مازال ما عمر ما قلت ليها باللي راه انايا كنبغيه، ولا ما حيت انا من داكشي ديال الاسرار ديالي كنبغي يكون غير بيني وبين راسي، ما كنبغي نقول لها حتى شي واحد، ما كنبغي نشارك اسراري مع حتى شي حد. فهي بدات كتعترف ليا راني لا انا راه كنبغيه وفخباك وكيعجبني بشحال هادي، وقبال ما يخدم بغيت كنعرفو زعما فين كان بحراك يقرا في لافاك وما شاء الله ربي يسر ليه ولا استاذ. فقلت ليها زعما الله يسر وكذا وكذا. انا من الداخل ديالي كنقول انا ضروري خاصني ندير شي حاجه باش ان هاد السيد نملكو، باش هاد السيد يكون ديالي، حيت فعلا وصلت لواحد الدرجه ديال الحب، راه كيف ما كيقولوا العشق ولا ما نعرف. صافي دازو ليام، انا وليت داك السيد كنحاول ما امكن في كنهضر معاه وكنتلاقى معاه، يعني ولا بحال شي صديق ديالي بهذا المعنى هادي. ومره مره كيقول لي شي كلام بحال مثلا انت زوينه، اشنو لابسه، وكيصون عليا بالليل، كيبقى شاد معايا الليل كامل. كنشوف الدري كيبغيني بحال كيبغيني بحال معجب بيا. كنهضر معاه كنهضر معاه، ولكن البنت ما كنقولهاش بلي راني كنهضر معاه، حيت قلت لكم انا ما كنبغيش نعاود الحوايج ديالي. حتى لواحد النهار اللي غادي يصوني عليا وغادي يقول لي راني مريض وعافاك محتاج الدواء ومحتاجك تجيبي ليا هادي، وراه ما عندي حتى شي واحد انا في الدار وغير بوحدي. عندك ساعه خفت عليه صراحه، وقلت له صافي عطيني غير لادريس ديالك وانا غنجيب لك الدواء. مشيت للفارماسيان جبت له الدواء اللي خاصو، ومشيت عنده دقيت حل ليا، يعني حل ليا كيبان ليا لابس غير بيجامه ديال الدار، كيبان ليا شعره مشحكه. قلت واقيلا درا بصح مريض. دخلت عنده وبديت كنجلس معاه، كيف بقيتي يا استاذ؟ كنقول انك سامن استاذ، دائما كنقولي استاذ، كيقول لي ما تبقاش تقول لي يا استاذ، وانا مشات عليا ديك الكلمه ديال استاذ حيت ولفتها. فبدينا كنهضروا السيد اللي كيتقرب مني، انا ما كيتقرب مني انا يا صراحه. تجاوبت معاه، ما بقيتش حاسه براسي، وليت كنشوف غير هو، كنشوف يعني راسي عايشه واحد الحاجه زوينه معاه، ما بغيتش ديك اللحظه تسالي. المهم بقيت يتقرب مني كيتقرب مني. صافي دخلنا في الحرام انا وياه، ترى اللي ترى ترى اللي ترى، يعني خسرت البكره ديالي، خسرت الشرف ديالي. ديك الساعه انا صحاب واش ندام، شنو صحاب واش انني ابقى فيا الحال، ولا قلت لا شنو درت؟ لا كنت نقول له راه استاذ، يعني استاذ راه اكيد فين دابا اختصبني، ولا كيف ما ماشي اختصبني، نقولوا فين دابا انايا فقدت البكره ديالي معاه، ما غاديش يتخلى عليا. راه حيت ماشي غادي يقول لي راه ما عنديش خدمه ولا ما عنديش وما عنديش، راه اكيد دابا هو خدام وكل شيء، اكيد غادي يجي لدارنا ويخطبني. هذا كان غباء مني، حيت كنت ما عارفه حتى شي حاجه، ولو انني كنقرا في لافاك ولكن انا باقا صغيره 18 عام، شنو ما دات ما جابت في الدنيا. هو راه 28 29 عام، يعني راه شارب وشارب بزاف، شنو كيطرا في الدنيا. صافي مشيت للدار فرحانه كنهضر معاه، كيقول لي دازت ليله زوينه، كنقول له بصح. صافي ديك الساعه ولا دائما كيحاول انه يعيط عليا، كيقول لي اجي عندي. صافي بديت كنجي عنده تقريبا شبه يوميا، بعد خلاص كنبات عنده، كاع البنات كيتستروا عليا اللي كنت انا ساكنه معاهم كيتستروا عليا، ما كيقولوا المالين دار حتى شي حاجه، حيت كانوا شي يعرفوا، يعني كانوا في نفس المدينه ديالي، ما كانوا كيقولوا حتى شي حاجه. ولا بعد خلاص انا كنقول لهم راني غنمشي لدارنا، ونهار كنبات مع الاستاذ ديالي، ولينا بحال شي وحدين مزوجين، يعني لدرجه تخدا لي الحبوب ديال منع الحمل وليت كنشربهم. دازو ليا تقريبا دا شي شهرين وانا معاه، حتى لواحد النهار اللي غادي ديك البنت اللي قلت لكم عرفني عليها في الحفله، كنهضر معاها بدات كتبكي، شنو طرا ليا وفي خبارك، راه مشيت معاه واعترف لي بالحب ديالي، وحتى هو اعترف لي بالحب ديالو، وانا كنسمع وقلبي كيضرب، ما قدرتش نقول لها شي حاجه. كنقول لها زيدي، كتقول لي مشيت معاها للدار، قال لي اجي عند الدار راني مريض وجبت له الدواء، يعني نفس السيناريو اللي طرا ليا طرا لديك البنت. قلت لها كملي، قالت لي راه مشيت عنده بدا كيتقرب مني وفقدت العذريه ديالي، وانا دابا خايفه وعائلتي لا سمحوا الخبر يقتلوني. يعني البنت خافت، انا ما عمر ما فكرت اصلا واش انا فقدت العذريه ديالي معاه. ايوا ديك الساعه انا قلت لها واش كتهضري بصح ولا كتفلهي؟ قالت لي والله الا كنهضر معاك بصح. فانا اكيد ما تيقتها، علاش؟ حيت نفس السيناريو اللي طرا ليا نفس داكشي اللي طرا ليها. ديك الوقيته صافي مشيت خليتها جلسه بوحده في القهوه، ما عرفت كاع مالي، يعني خرجت بحال شي وحده هايجه. صنيت عليه، جاوبني الو فلان، دابا بغيت نتلاقى معاك. تلاقيت معاه نيت فواحد القهوه، درت ليه الشوهه في القهوه، نيت شوهته ديال بصح كنغوت عليه. صافي جمعت عليه الناس كاملين حتى بغاو يعيطوا على البوليس، وبدا الاستاذ يطلب فيهم وكيطلب فيه، كيقول لي غير تهدني غير تهدني، زعما غنشرح لك كلشي. كنقول شنو غتشرح لي؟ راك ضيعتيني وبغيتي تضيعني في مستقبلي، ها واش بنات الناس زعما لعبه عندك؟ صافي جا دخلني الطوموبيل بزز عليا، كيقول لي غير صبري صبري. مشينا للدار، هذيك الساعه مشينا للدار تسيف عليا ديال بصح، بدا كيضرب فيا، شكون انت اللي غادي تجي دير لي الشوهه؟ برهوشه بحالك جيت تشوه استاذ قدو قد الخلا تمايا في القهوه قدام الناس اللي يسوا واللي ما يسوا، والناس كيعرفوني تشوهيني معاهم، شكون انت؟ وهذه بس كنعاير فيه
انت غدار وهذه وهذه. قال لي اه انا غدار وانتي ديالي وغتبقاي دائما تجي عندي. قلت له واش كتحلم ولا شنو كتخربق؟ قلت كنعاير فيه ما حسيت براسي حتى ضربني بواحد الطرشه جيت للارض. يعني صافي تعدى عليا بواحد تعدد ديال بصح. من بعد شدني دخلي البيت ديالو بدا كيهضر فيا كيعري فيا مارس عليا كيف ما كيقولوا الاغتصاب ديالو بصح. يعني بواحد الوحشيه ما عمرها ما شفت بحالها. هذاك الاستاذ سيف ولا واحد الوحش ما عرفتش كيفاش اخواتي نشرح لكم القضيه كيفاش. هذيك الساعه قلت له والله حتى غادي نمشي نديكلاري بي. قال لي سير ديكلاري الصور ديالك والفيديوهات ديالك كلهم عندي. قلت له شنو كتخربق؟ انا اصلا ما عمري ما صيفط لك لا تصاوري لا فيديوهات وتصاوري كنت كنصيفط لك عادي ماشي شي حاجه ولا شي انني معريه. هو يجي يوري لي واحد الفيديو في التليفون ديالو ورا لي واحد الفيديو ديالي انا وياه في الفراش ديالو. السيد مصورني مصورني ومغبي وجهه هويا ما كيبانش وانايا كاملي كنبان وجهي كيبان يعني ديال بصح يعني ماشي ظلام لا كيبان وجهي وكنبان انا قريبه من الكاميرا وكندوز وكنجي. وبزاف المرات كيقول يجيب لي الماما ديك البلاصه كنمشي نجيب ليه الماء والكاميرا كتصور لي في وجهي. صافي بقيت عارفه ما ندير. هاد السيد هذا راه مريض اكيد مريض. بغيت نمشي نديكلاري بيه ولكن خفت على والديا انهم طالعوا لهم شي حاجه. خفت على بالي راجل كبير ومسكين باقي خدام علينا بداك كاميو كيمشي من مدينه لمدينه حتى الدار ما كيبات فيها. خويا صعيب امي تاهي داك النوع اللي ما عندهاش مع هاد التخربيق هذا. قلت لكم ما بقيتش كتهضر معايا في هادشي نهائيا. فمن ديك الساعه مشيت بدلت النمره اول حاجه ما بقيتش كنبان القرايه ما بقيتش كنمشي ليها كاع. البنات صحاباتي كيعطوني لي بوليكوب وكيعطوني الدروس اللي كيدوزو في الجامعه انا بقيت في دارنا. جميع المواقع التواصل الاجتماعي بلوكيتهم منه. يعني لحد الان ما عمري هضرت معاه ما عمري شفته وهو سمعت بلي ما بقاش كيقرف زعما الليست ديالي. من ديك الساعه ما بقيتش شفتو ما حتى شي حاجه. وهذا الشيء كامل هاد يعني هاد القصه كامله شكون اللي غلط؟ انا ماشي هو. حيت انا اللي فقدت العذريه ديالي وانا اللي عطيت العذريه ديالي بخاطري ماشي زعما اغتصبني ولا وسلمت له راسي بكل سهوله. انا خوتي القصه ديالي ماشي بغيتكم انكم تسمعوها وصافي لا. انا قصتي للبنات يحضوا ريوسهم يحضوا ريوسهم. راه ماشي بقات في استاذ ولا في بوليسي ولا في هذه ولا في هذه. راه كاين ولاد الحرام ما كيعرفوش ان البنت وان هذيك الضيعة في حياتها وان هذيك البنت راه هذيك العذريه بوحده اللي عندها كتكسافه الدنيا. يعني شرف ديال البنت راه ماشي هو شرف ديال الدري.